السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض كيفية إزالة البقع الجلدية باستخدام فرشاة سبوت هيلينج. بداية بعمل إدراج للصورة اللي هي فيها البقع الجلدية زي اللون الأحمر كده. بعمل لاير جديد وبروح على فرشاة سبوت هيلينج. اختار التايب هنا يكون كونتنت اوير، ولازم اعلم على سامبل اول لاير. بعد كده اضغط على البقع اللي هي الحمراء طبعا زي ما هو دكتور موضح قدامنا اني بالفعل البقع بتتلاشى. ودي تعتبر أفضل طريقة ل عملية إزالة البقع الجلدية. طبعا لو أنا رحت على اللاير أدي الفرق بين الصورتين قبل التعديل وبعد التعديل. يا رب يكون الشرح مفيد ويكون استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.